وحشتيني يا وينجي. بس بقى يا علي بتكسف. ما تتصوريش انا اتعذبت قد ايه من غيرك. وانا كمان يا علي، وانا كمان. قضيت ايام صعبه. نسوان نسوان نسوان. نعم؟ قصدي تعبان تعبان تعبان. وانا كمان يا علي، وانا كمان. شيلني. نعم. شيلني يا علي، طول عمري نفسي ليلة تخلتي جوزي يشيلني. ما أنا حبيبتي شيلتك من 13 سنة لما اتجوزنا خلاص. لا يا علي ما شلتنيش، أنت ساعتها قلت لي عندي اللومباجو يا إنجي. وإيه اللي اتغير؟ ما هو أنا علي واللومباجو أهو. لا بقى يا علي، أنت بتستهبل وما كانش عندك لومباجو ولا عندك لومباجو دلوقتي. خسارة فيا يا علي. لا هو خسارة ليا، قصدي أنا حيلي مهدود يا إنجي. يا سلام، أمال فين العضلات اللي كنت عاملها؟ راحت فين؟ دي كانت سيليكون وفست كده يا علي، يعني مش عايز تحقق لي حلمي. لا حبيبتي، معاش ولا كان. قوينا يا رب. يلا يا علي يلا. يا عدوي. برافو يا لولو، لف بيا بقى. نعم، ألف بيكي فين؟ لف بيا الأوضة. ليه؟ نفسي أدوخ في إيدك يا علي. ولا ذنبي إيه دوخيني معاكي؟ في إيديك اوعى تهد جبال، في إيديك اوعى وعليك صبر وطولة بال، وعينيك حلوة. يا جنبي. يا ظهري. اخس عليك يا علي، دي انت بترمي شوال بطاطس. معلش يا حبيبتي ما قصدتش. حصل خير يا علي، بس فين الحنية بتاعت زمان يا علي؟ فين؟ موجودة. ايه ده يا علي، ايه اللي بتعمله ده؟ ايه بغير هدومي يا حبيبتي، فيها ايه يعني؟ لا يا حبيبي، رأي شعوري، انا بتكسف. نو لولا يا جنينة الظاهر ولا ايه؟ فاكرة نفسها عروسة بجد؟ الرجاله كده، طول ما الست مش في ايديهم الرومانسيه تخر منهم، ولما الست تكون في ايديهم ما يخرج منهم غير القرف والجليطه. ده انا قلت لما هلبس له فستان الفرح من تاني وارجع رومانسيه هيرجع رومانسي هو كمان. قالوا لي لما تدلعيه هيدلعك يا انشي. اديني دلعته وغنت له، شلني ورماني كسر عظمي. يا عظمي، مفيش فايده فيك يا علي، مفيش فايده. انجي انجي خلصتي؟ ايه يا علي، معقولة لحقت وحشتك؟ استنى شوية مش كده. طب اطلعي بسرعة عشان مزنوق يا انجي. مزنوق؟ لا يا علي، لسه ما غيرتش هدومي. طب اداري في اي حتة عشان هعملها على روحي. حاضر يا علي، امسك نفسك، مش عايز امسح النهاردة. خلاص يا انجي خليكي. والله لولا العيال والعشرة اللي بينا يا علي ما كنت ارجع للعيشة دي لحظة. يا مامي، ده انت ناقص تشفطني بمناخيرك. يباركولي على ايه؟ يجوا يشوفوا الحفلة اللي انا فيها؟ علي فرحان باللحمية عامل حفلة بمناخيره؟ ده يا حبيبتي مش قلتلك نقفل الموبايل واحنا نايمين؟ برد على صحابي يا حبيبي بيباركولي. لا حول ولا قوة الا بالله،
بيباركوا لك على ايه دول كمان؟ خليهم يناموا بقى، ربنا يشفيهم. ايه يا علي؟ فرحانين بيا وبيباركوا لي على الجواز، عايزيني مبسوطه. ما انا كمان بحبك يا حبيبتي وعايزك مبسوطه. تحبني ايه بس يا علي؟ بتحبني ايه وانت نايم كده وسايبني؟ انا نايم وقلبي معاك يا حبيبتي. وبعدين على فكره انا مش جاي لي نوم، يعني انا نايم صاحي. نهارك اسود يا علي، نايم صاحي كل ده ونايم صاحي؟ امال كنت نايم نايم كنت عملت ايه؟ فيها علي ده انت مناخيرك مخرومه. انت بتتريقي؟ مين فينا مناخيره مش مخرومه؟ بقول لك ايه يا علي، انا مش جاي لي نوم، احكي لي حدوته. ايه شغل العيال ده؟ ايه اللي احكي لي حدوته؟ انت كنت زمان زي القطه، تحطي راسك على المخده تروحي في النوم على طول. ايوه اعمل ايه بقى يا علي؟ القطه تهدد منك انت وعيالك. ياه، لازمته ايه النكد ده بس يا حبيبتي؟ ده النهارده ليله دخلتنا التانيه. دخلتي ايه بس يا علي؟ دخلتي ايه وانت سايبني ومديها شخير؟ اقعد معايا يا علي. فاكر يا علي؟ فاكر ليله دخلتنا بجد كانت عامله ازاي؟ فاكر يا علي؟ فاكر شعر العسل بتاعنا؟ ياه، ما كنتش بترضى تنام غير لما نام انا الاول. علي علي علي. في ايه يا علي؟ انت هتفضل باصص لي كده كتير؟ مستنيكي تنامي، نفسي اشوفك وانت نايمه. اكيد شكلي خوف. قصدك اكيد ملاك، القطط لما بتنام بتبقى شبه الملايكه. ايه علي الكلام الحلو ده؟ انا حاسه ان انا بحلم. وانا حاسس ان انا في الجنه. حبيبي علي. حبيبتي انجي. انجي يا انجي يا انجي، قومي، مش كفايه نوم بقى؟ ايه يا علي في ايه؟ مش هتقومي بقى؟ لا يا علي حرام عليك، انا لحقت، سيبني انام والنبي. حرام علي انا؟ حرام عليك انت. قومي حضري لي الفطار. علي خش اقعد في اي حاجه في الثلاجه. والله يا عالي.